ودايما بنقول ان النادي الاهلي دايما جيل بيسلم جيل. عربي بدر النهارده، عربي بقول لك مبروك على المشاركه الرسميه الاولى ليك مع فريق النادي الاهلي، اكيد لحظه كنت مستنيها بقالك كتير. ربنا يخليك يا فاروق، ربنا يخليك تسلم لي. طبعا زي ما انت قلت اكيد مستنيها بقالي كتير، والحمد لله ربنا النهارده كرمني وقدرت اشارك الحمد لله. قول لي ابرز التعليمات اللي قالها لك مستر فايلر قبل ما تنزل، وكنت شايف النهارده ان علي معلول هو القايم بدور المترجم، كان بيقول لك ايه؟ كابتن علي معلول وكابتن سليه قبل ما انزل قالوا لي اهدى وما تستعجلش والعب لعبك اللي احنا عارفينه يعني، والحمد لله ربنا كرمني. والنهارده الكوتش قال لي انت تلعب وينج قدام محمد هاني والعب براحتك وما تستعجلش، والحمد لله ربنا كرمني يا فاروق. عربي دايما بنقول ان لعيبه النادي الاهلي بتحتوي اللعيب الناشئ او اللاعب، مش هقول الصغير، اللاعب اللي طالع من قطاع الناشئين، اكيد انت لمست الامر ده مع اللاعبين وقربك من سلية، حمدي فتحي، ديانج، اللعيبه اللي بتلعب في خط النص. اكيد يا فاروق طبعا، انت عارف النادي الاهلي منظومه كبيره ودايما ما فيش حد بيحسس حد ان انا اكبر منك او اصغر منك، كله احنا في منظومه واحده وهدفنا الوحيد الدوري ان شاء الله وافريقيا باذن الله نقدر ناخدها ان شاء الله، ودعوات الجميع ان شاء الله الفتره الجايه. حصلت مع الاهلي الموسم الماضي على الدوري بدون مشاركه رسميه، لكن اعتقد ان الدوري ده بالنسبه لك هيبقى مختلف تماما. الحمد لله السنه اللي فاتت حصلت 3 بطولات، دوري 2001 ودوري 97 ودوري الدوري الممتاز، وان شاء الله السنه دي ربنا يكرمنا وناخد الدوري الممتاز باذن الله. عربي عايز اختم معاك بنقطه مهمه جدا، رسالتك اللي دايما نقولها للاعبي قطاع الناشئين في النادي الاهلي، وانت واحد من اللاعبين اللي يدي الامل لقطاع الناشئين في النادي الاهلي، ان كل واحد بياخد فرصته وكل واحد دوره جاي. والله يا فاروق يعني الحمد لله، انت اهم حاجه تتعب وتركز وتتمرن على نفسك، واكيد ربنا ما بيضيعش تعب حد. انا الحمد لله ربنا كرمني من اول ما رحت النادي الاهلي في الناشئين من 2011 كنت بتمرن وبركز وبنام وباكل كويس والدنيا، والحمد لله ربنا كرمني وقدرت ان انا زي ما انت شايف قدرت اشارك في النادي الاهلي، والحمد لله ده كان حلمي ان انا اشارك في النادي الاهلي قبل ما افكر في اي حاجه يعني. عايز اختم معاك يا عربي، مين تقول لي شكرا ومدربين اللي ليه مجهود وليه تعب فضل عليك في قطاع الناشئين في النادي الاهلي؟ انا عارف ان هم كلهم مدربين كبار وكلهم ليهم الفضل، لكن تحب تقول لي مين شكرا؟ هو طبعا بص كلهم طبعا بشكرهم، من اول حد جيت اتمرنت معاه كابتن ياسر محمدين وكابتن احمد سراج وكابتن محمد شرف وطبعا كابتن عادل عبد الرحمن، طبعا بشكرهم كلهم وبشكر المساعدين اللي اشتغلوا معاهم، فانتوا بصراحه يعني كلكم في الطولي واستفدت منكم كتير، والحمد لله رب العالمين الفتره الجايه تكون خير كده واقدر ابقى عند حسن ظن الجميع ان شاء الله. اشكرك يا عربي والتوفيق ان شاء الله. ربنا يخليك. كابتن ايمن، زي ما قلنا النادي الاهلي